كمان بدي أطلب من المشترك سالم غانم يتفضل على المسرح. وبدي أطلب من الفنان الأستاذ خالد العبد الله يتفضل ليسلموا الجائزة. للحقيقة قصة سالم له قصة معي وبحب أرويها دايما. كان عندي حفلة بمجد المعوش، إذا إجا بده يرد معي بالفرقة طلعته مع الشباب، سألتهم هول البنات بده يكون غاروا منه، قالوا لي لا منه كتير منيح. فوجئت فيه إنه عم بقدم طلب للاشتراك، قلت له يا سالم ما أنت بي، قال لي بنجرب. بلش سالم، هذا الشاب ابن 19 سنة بعده بالمدرسة، دخل على الزجل لأول مرة وأنا شاهد عليه، متحمس بشكل عظيم جدا. وأنا بعرف كل واحد بيتحمس لشغلته بيحبها بده يوصل عليها لولا كانت وين ما كانت بالسماء. على كل حال صوته منبري جدا، أداؤه جيد وطموح، يعني وصل للتصفيات النهائية، لأنه مع أنه لأول مرة بيطلع. أنا بتمنى له النجاح وبضمن له النجاح لسالم إذا بقي بشي مثل ما هو. سالم شاب محمس وذكي، بيعرف أنه بلا غيوم ما في شتي، موهوب بتحريك المنبر وثقته بحاله عطشته رصيد أكتر بكتير من خبرته ومن عمره الفتي. مبروك سالم غانم. أنا بالحلقات تمنيت له يطلع سالم وغانم، طلع سالم وغانم، ها غنم الدف البرونزي. أنا شاعر بأعلى مستواي، على كتافي حملت الشعر رايي، برود الشعر لو بسكو بدموعي قصايد خالدي بتنبط ورايي. أنا خلقان بالمنبر ولوعي، وصور شعري تأرسمها بعنايي، بخيالي وقبة الزرقاء طلوعي مداها كتير أقصر من مدايي. ويا لبنان الحلو بهيكل ضلوعي، بقلبي سحرك الجذاب آيي، بضويلك من سنيني شموعي بأمل فجر بصباحي وبمسايي. إلك يا جنة الفردوس جوعي، إنت يا مرجعي وقصدي وغنايي، إن ركعت لأجلك بصلي بركوعي، إلهي بدايتي بأرضك كتبها ومناي بأرضك تكون النهاية. وعلى برنامج القوف اللي بجلو، اللي حقه من محبين ووصلوا، دخلنا حبوب قمح الهيك بيدر، طلعنا سنابل علينا يدلوا. وعلى برنامج القوف اللي بجلو، اللي حقه من محبين ووصلوا، دخلنا حبوب قمح الهيك بيدر، اطلعنا سنابل علينا يدلوا. ويا استاذ موسى اللي عم بتسهر على شعر الزجل من مستهلو، قدرت اعطيتنا بالشعر اكتر ما عم يعطي الربيع زرار فلو. ويا ست كلوديا فيكي منفخر، لأنك للأدب رفعت سجلو، كلماتك مثل حبات سكر قدروا كل هالحلقات حلو. ويا أنصار الزجل فيكن بيكبر قلبي، وحد منا العمر ضلوا
وكيف بده الزجل أنصار يخسر مازالوا بقلب موسى صغيب عايش وبخفق قلوبنا على العمر كله. شكراً لكم.